هي تعال عندنا بعد دائرة الأشغال العامة معنا المهندسة عليا الرند، مدير إدارة مشاريع المباني بدائرة الأشغال العامة بالشارقة. السلام عليكم مهندسة عليا، وعليكم السلام أبو راشد، شو كيف حالك؟ أخبارك؟ كيف أمورك؟ طيب إن شاء الله. الحمد لله تمام. جاتنا كثير من الاستفسارات والأسئلة فيما يتعلق بالسيوح رقم 10 و13 فيما يتعلق بمسألة تسوية الأراضي أو مسح الأراضي، وأعتقد أن هناك يعني توجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة لدائرة الأشغال العامة بالشارقة بهذا الشأن، فأردنا الاستفسار من هذه القضية. نعم، في البداية بس حابة أوضح، نحن بدينا في تسوية المناطق في ضاحية السيوح اللي هي من 9 إلى 15 من عام 2015. ما شاء الله. منذ ذلك الوقت وحتى الآن قمنا بتسوية 1000 قطعة ما في شاء الله. المنطقة على مساحة مليون ونص متر مربع، متر مربع. والقيمة تقريبا لهالأعمار لهالقطع اللي تنفذت تجاوزت 50 مليون درهم. ما شاء الله. تشمل بالإضافة إلى تسوية الأرض إزالة الساحات كثبان الكثبان رملية. الرملية المحيطة بالأرض، بالإضافة إلى إنشاء طرق مؤقتة لخدمة الأراضي، وبالإضافة إلى ذلك يتم صيانتها بشكل دوري للمنتفعين. ممتاز. بالنسبة للتسوية الشاملة، طبعا أول ما بدينا نعمل التسويات في منطقة السيوح كانت تأتينا أعداد قليلة من الطلبات، فأول مرحلة تركزت الطلبات عددها الكبير في منطقة السيوح 9، ولله الحمد تم الانتهاء من التسوية الشاملة لمنطقة السيوح 9 حلو بتكلفة 7 ملايين درهم، حلو، وتشمل التسوية إنشاء تسوية كافة الأراضي وإزالة الكثبان الرملية وتمهيد الطرق. جميل. حاليا في هالشهر بدينا بتسوية منطقة السيوح 10 ومنطقة السيوح 13. قطع الأراضي أو المستفيدين من هالتسوية الشاملة في منطقة السيوح 10 بيكونون 680 منتفع، وفي منطقة السيوح 13 تقريبا 700 منتفع. القيمة التقريبية لعقد السيوح 10 والسيوح 13 15 مليون و300 ألف درهم، وبإذن الله ستنتهي الدائرة من هالتسويات في مطلع العام القادم. ممتاز ممتاز. إذن باشرت العملية هذه؟ نعم، بالإضافة إلى ذلك ما زلنا نستقبل طلبات السيوح الإفرادية لمنطقة السيوح 11 والسيوح 12 والسيوح 14 والسيوح 15. ممتاز. عبر الموقع الإلكتروني أو عبر مركز سعادة المتعاملين في الدائرة والتطبيق الذكي. ممتاز. فإذا العملية ماشي ضمن إطار جدول معين مرصود من قبلكم في الدائرة، وإن شاء الله بإذن الله أي طلبات أخرى جديدة تأتيكم كذلك تلبونها. نعم بإذن الله. ممتاز. طيب أنا بعد إذنك كذلك يعني تأتينا بين الفينة والأخرى بعض الاستفسارات فيما يتعلق بسوق المواشي، وأنا أعتقد بأنه بدأ العمل في سوق المواشي في إمارة الشارقة حسب ما علمنا، لكن نريد التأكد منكم، هل بالفعل بدأ العمل؟ أين وصل المشروع؟ كم باقي عن المشروع؟ ولدينا بعض الصور التي نود استعراضها. نعم، في البداية اللي حابة أوضحه أن تم اعتماد تخصيص الأرض الجديدة لسوق المواشي في منطقة الصجع الصناعية على مساحة 170 ألف متر مربع، والأرض تقع على محورين رئيسيين اللي هم شارع الشارع الجديد وشارع الإمارات أو العابر سابقاً. تم إعداد التصاميم بمراعاة الموقع الحيوي للسوق بقربه من الإمارات الأخرى، بالإضافة إلى المنطقة الوسطى تابعة لإمارة الشارقة، وتم مراعاة الاحتياج الحالي للسكان لسوق المواشي، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية. جميل. وبالإضافة إلى ذلك كان موقع السوق إحدى توصيات المجلس الاستشاري عند مناقشة سياسة الدائرة. بس اللي هو الموقع وين صاير قلتي لي مرة ثانية؟ عفوا، في منطقة الصجع الصناعية على شارع الزيد.
على شارع الذيد الشارجة بالإضافة إلى شارع الإمارة. ممتاز ممتاز. فالسوق لما تم إعداد التصاميم له تم توفير محلات لبيع الأغنام تبلغ عددها 142 محل. حاليا كم في السوق الحالي؟ هي. ما تحضرني الأرقام حاليا، بس ما أعتقد يتجاوزون أكثر من 20-30 هكذا. نعم يعني السوق الجديد في لو نقارن بأسواق أخرى في الدولة السوق الحالي لا يلبي صحيح. الطلب صحيح. بالإضافة إلى ذلك تم توفير 26 محل لبيع المواشي، 12 محل لبيع الجمال. بالإضافة إلى ذلك في السوق في مبنى مكيف لسوق الطيور يضم 99 محل ومسلخ الدواجن. في السوق الجديد راح يكون راح يتم توفير مسلخ جديد بطاقة استيعابية تبلغ 150 إلى 200 رأس في الساعة للأغنام، و20 رأس للساعة للأبقار، و20 رأس للساعة للجمال. ممتاز ممتاز. بالإضافة إلى ذلك هاي المرافق الرئيسية لسوق المواشي تم توفير أيضا تقريبا 50 محل للأعلاف و 35 محل تجاري متعدد الاستخدام، 15 محل للمشاتل بمساحات مختلفة. كذلك ممتاز. بالإضافة إلى ذلك منطقة مزادات مظللة للمواشي في السوق. حلو جميل. المرافق الأخرى اللي تم توفيرها في السوق في مسجد يتسع ل 450 مصلي ما شاء الله، مع كافة المرافق من سكن إمام وأماكن للوضوء، وسيخدم الرجال والنساء. ممتاز. بالإضافة إلى ذلك يوجد مبنى إداري لإدارة السوق، مختبر يضم تجهيزات ومعدات مخبرية، عيادة بيطرية وفق أحدث المواصفات، وسكن للموظفين في السوق، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق الأخرى لتشغيل السوق. ممتاز. سيتم أيضا رصف كافة الطرق الداخلية في السوق من ضمن عقد المشروع، وسيتم توفير 700 موقف للسيارات في السوق. حاليا الأعمال جارية في الموقع المشروع. المقاول أنهى كافة التسويات الترابية لأرض السوق، وتم البدء في الهياكل الخرسانية للمباني الخاصة بالسوق، بالإضافة إلى البدء بتمديدات البنية التحتية من خطوط خدمات. وبإذن الله سيتم إنجاز المشروع في الربع الثاني من عام 2020. ونسبة الإنجاز الحالية تقدر ب 20%. تصميم السوق تم مراعاة الطابع التراثي فيه. بالإضافة إلى ذلك تم مراعاة تغطية وتهوية الممرات الرابطة بين محلات السوق قدر الإمكان. ما شاء الله جميل جميل. طبعا نحن وانت تتحدثين شاهدنا النماذج يعني الجرافيك للسوق، والان كذلك نشاهد بعض الصور لسير العمل في المشروع، وقد وضعت الاساسات في غالبية المشروع. كذلك نلاحظ بشكل واضح جدا أعمال يعني تسوية الأرض والمسائل هذه، فيعني العمل بادي في المشروع. ومتى متوقع إن شاء الله الانتهاء منه الأخت عليا؟ في الربع الثاني من عام 2020 بإذن الله. يعني نقول إن شاء الله قبل شهر 5-4 هكذا يعني. بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. ومشكورين ويعطيكم العافية، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. مشكورين. شكرا شكرا جزيلا. جزيل الشكر للمهندسة عليا الرند، مدير إدارة مشاريع المباني بدائرة الأشغال العامة بالشارقة، متحدثة حول موضوع سير الأعمال في تسوية الأراضي والدفان في السيوح 10 و13.